لو الحكاية فيها إن فيتو أنا خبراته في دراسة الأصول اللي امتلكها البنك كيفية تطوير من الناحية الهندسية. انضم لنا برضو كعضو مجلس إدارة، شرفت بيه الأستاذ محمد ضجر، وده راجل مصرفي قديم خبراء المصرفيين، كان آخر كان هو عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أيام الفترة بتاعت زميلنا منير الزاهد، وهو خبرته قوية جدا في مجال المراجعة الداخلية والتقارير المالية، هو خبير جدا والمحاسبة، يعني عنده قوة جدا قوية جدا وخبرة متميزة جدا في هذا المجال. دول ثلاثة، جي بعد كده الأستاذ محمد ماهر، وهو أصلا من عنده شركته اللي هي معروفة شركة برايم، وهو متخصص في أسواق المال والأوراق المالية. انضم لنا برضو المستشار محمود فوزي، وهو الحقيقة من مستشار لمجلس النواب، اسم مجلس النواب، ومستشار لوزيرة الاستثمار، وفي نفس الوقت هو قانوني بارع الحقيقة، من الشباب اللي بعتز بمعرفته الحقيقة، فده من ناحية الخبرة القانونية مهمة جدا. وآخرهم الأستاذ إسلام خضر، وده أصلا خبير في مجالات الاستثمار، استثمار في الشركات وتقييم الشركات والأصول، هي خبرة متنوعة. أستاذ مدحت قمر النائب، ده منتدب أو تم استقطابه من البنك الأهلي، وهو عنده خبرة عميقة جدا في مجال تدوير الأصول ومعالجات الديون المتعثرة.